نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: أدمن متاع وخير متاع يا المرأة الصالحة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استقنا بسترك الجميل بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.